الخيرات. عرب عرب معك فرص الإدارية العربية في هذا الدنمارك أبو لهنا. طبعا رسالة لأبو العريس وأبو العريس المنصور هو أحلى مراسل دائما البث كلهم صح حال خاص عرب أبو لهنا. طبعا سيدتي وسادتي كما وعدناكم بهذه التغطيات الشاملة لجميع المناسبات التقينا مع حبيبنا واخونا صلاح البسومي. صلاح البسومي فين انت؟ انا من السويد. حياك الله وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شرفت هذا الحبيب. اهلا وسهلا. بنبارك للعريس، بنبارك اهل العريس، والله بالتوفيق. اهلا وسهلا. الله يعطيهم العافية الشباب وجميع من حضر، وهذه أفراح فلسطين والأردن. كما أشكر الجالية الأردنية والبيت الأردني والفلسطيني بجميع أنواع الجاليات التي ساعدتني وطلبت أن أقوم بتغطيات جميع المناسبات وجميع الأفراح. نكون سيداتي وسادتي في كل المناسبات من أفراحها وأتراحها. السلام عليكم حاج. طبعا كاميرا المراسلة لكل الجاليات العربية في الدنمارك وعلى الفيسبوك وعلى التويتر وعلى كل شيء. عرفنا عن نفسك. أبو أحمد أبو العروس ومخيم بتاوي. الله يعطيك ألف عافية. طبعا شفناك أنت شاركت بالحفلة وفرحة يعني بنتك ونسيبك العريس محمد. يقول لك ألف مبارك والجميع يباركوا لك في كل الجاليات العربية في الدنمارك. الله يبارك فيك يا رب وبارك الله فيك. بارك الله فيك. تسلم. حياك الله. طبعا أيها الأخوة الكرام، قبل ما ينزل العشاء التقينا مع إخوان العريس. أحد الأخوة عرفنا عن نفسك. ياسر أخو أم محمد اللي هي أم العريس. العريس بتحب توجه رسالة لها يعني بمناسبة هذا الفرح، فرح ابنها العريس. يا عريس أكيد أكيد ألف مبروك لها عريس محمد ابن أختي. ألف 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 مبروك. نتمنى إن شاء الله بعد زواجه محبوب. بارك الله فيك. تسلم. إن شاء الله عقبال عند أولادك. ها هو عريسنا وحبيبنا محمد. مرحبا يا محمد. الله يجعله مبارك يا عمي. تسلم. كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط وسعيد. الله يحييك. طبعا أيها الأخوة الكرام، على صور سني هذا العريس طبعا يبدو الخجل عليه وهو يعني بهذا السن. كونوا معنا أيها الأخوة الكرام. السلام عليكم أخي. السلام. طبعا أنت شاركت في الفرح وبالعزف على الإيقاع يعني أو الطبل. طبعا. من وين حضرتك؟ فلسطيني من لبنان. حياك الله. وين سكان يعني؟ سكان هون ولا سكان؟ عايش بالدنمارك حاليا. طبعا بتخرج في حفلات ومناسبات. طبعا معك مراسل الجاليات العربية في الدنمارك وتغطية كل الجاليات والأفراح والمناسبات. أهلا وسهلا. حياك الله. في عندك مثلا عنوان مناسب للواحد يتصل عليك؟ بس اتصل بأحمد الدي جي اسمه محمد الحسين، أنا موجود معه طول الوقت. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. طبعا هذا الشاب كان يعزف على الإيقاع والطبل. أيها الأخوة الكرام، التقينا مع عم العريس حبيبنا أبو جاسم. حياك الله أبو جاسم. الله يحييك يا أبو الأمين وحيي أصلك يا خالد. رسالة هيك لأخوك ولعريس ولأهلنا بفلسطين والأردن والجميع. يا سيدي نبارك لأهل فلسطين بالشتات وبفلسطين وبالأردن وبالجميع بهذا التراث الشعبي الذي يمن الله علينا فيه بفرحتنا بهالشباب في الشتات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأبارك إلى أخي أبو محمد وأقول له بارك الله لكم في هذا العرس، ربنا سبحانه وتعالى يتم بالخير
وإن شاء الله الفرحة بالبنين وعقبال إن شاء الله الشيخ يوسف وعند أخونا أبو الأمين برضو كمان وعند جميع الشباب وجميع الحاضرين. سمعنا هيك موال صغير بس صغير على السريع خلي الإخوة يشوفوا السريع البيت العتبة اللي حكيتكم شوي عجوة أحسن. أوف 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 يا الحباب بعد ما كانوا بوادي جفوني وطشت عالفرقة بوادي ترى يا خوي يا ابو الامين بتعودوا بوادي ونجمع شملنا وطال الغياب. الله يحييك الله يحييك ان شاء الله تجمع شملنا. السفينة غرقت بدمعي وانا وحاي وذاب الصخر من اني وانا وحاي تراب تعودوا يا احباب القلب على فلسطين وانا وحاي ونجمع شملنا وطال الغياب. صفقوا ايوه الله يحييك الله يحييك. هلا بك ابو جاسم. هلا حبيبنا. هلا ابو محمد. طبعا شاعر فلسطيني يعني اصبح ابو جاسم يعني هو التراث الفلسطيني في العاصمه الدنماركيه وفي بلاد الغرب يعني، واحنا طبعا نشاركه بالافراح والمناسبات في جميع المناسبات. كونوا معنا في هذه التغطيات الجميله الحلوه في هذه المناسبه. تابعونا. كما التقينا أيها الأخوة الكرام أيها المشاهدون مع أحد الأخوة حبيبنا الحاج سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا نفسك. سليم حسن الراعي. طبعا جاي أنت هنا مع المعازيم وتقدم تباركاتك لأخونا أبو محمد. أكيد أكيد ألف ألف مبارك ألف مبارك إن شاء الله تم بخير والشباب ما قصروا والله والحمد لله كل شيء تمام وتوفيق. بارك الله فيك حياك الله عقبال عند أولادك إن شاء الله. أبو علاء حبيب ابو الامين تبريكاتك لابو محمد ابو العريس. الله ريتو الف مبروك ان شاء الله وعقبال عند اولادك ابو الامين. الله يبارك فيك ان شاء الله الكل مبسوط من التغطيات حبايبك التغطيات اللي بقوم بيها تغطيات ممتازه جنرال من يومك. بارك الله فيك تحياتي ان شاء الله هذا واجبنا. ابو محمد ما حطيت طبعا ايها الاخوه الكرام كنتم معنا في هذه التغطيات. شرف كبير لنا ان نلتقي مع حبيبنا ابو محمد. رسالة لأبو محمد أبو العريس والعريس وقرايب العريس. ألف 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 مبارك للجميع ونيابة عن الشباب الطيبة. الله يخليك. ودار زركات. الله يخليك. دار جبر. مبارك. سيد رزق. ورزق أهل صبيح. ألف مبارك بدار الفلاص وعقبال الجميع. طبعا هذا التغطية هاي حتكون على اليوتيوب وعلى الفيسبوك طورنا يعني وإن شاء الله قريبا على تويتر. تابعونا على الفيسبوك على اليوتيوب arab.deco. ابو امين اخرسك. السلام عليكم. طبعا نقول الف مبروك لحبيبنا وجارنا خالد البلاص وان شاء الله نتمنى لهم بالتوفيق وبالنجاح لابنه وان شاء الله والذريه الطيبه. والف مبروك للجميع. يعطيك العافيه للسيد ابو الامين المراسل جاي العربي في الدنمارك وشكرا لكم جميعا. وانا بقول عقبال عند الله جميعا ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم.